بص، العرض الجامد ده هيجيلك تخلف عقلي، امتزاج بين السحر والاستعراضات. بص، شفطت اللون وقامت حطيته في الفوطة. هنمشيها فوطة عشان ده مش هدوم عندنا، ده ما ينفعش يبقى هدوم عندنا، ده فوطة فوطة وهي لسه طالعة من الحمام. برافو، لا شاطر. بص العروض الجميلة، بص الجديدة، ايه ده؟ ايوه، عملت احمر في بيتي. ها